بس شو يسوي لك هو ما في مع الاخوان الجمعه لا زايد بن عبد زايد بن محمد السايد متحاسبة على التليفون وياي يدز له منشآت يدز له سيارات اريد مفارز اسعافات هنا الحالات الانسانيه الطارئه احنا مساحه جابوا لهم جثه نادر بوعد مرض قبل الشهر اول مره مالتنا مال اشعاع خلوها هنا بارك الله بك سيدي مسلم الله يوضعنا من الموت من القطة على حتى لو شو خطية والله الله يتقبل من الحليب من 100 تلفون والله طلعنا من القطة رائعة تصور يدمانا كله تقوم علينا نزمنا هزيمة منهم هزيمة طبعا أي واحد يطلع منهم يقتلوه
قالوا راح هذا عد رافض خذه قعد بيه وراه فترة طلع منه قربوا القوات الأمنية علينا قاموا مقدمة من القوم من القوات الأمنية من يزمون يروحون يجعوني برا هسا أكثر شيء راحوا على الميدان وإذا هم موجودين تقدر تحكي معهم تناقش معهم ما تقدر تحكي معه ويدو ضرب قتل يعني إزار هذا إذا ما يجي ما تقدر تحكي معه ماي 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 بير جلد ما ينطونه ماي بير يقول نحن نطير الدولة العوام ماكو هاي أخير شيء ما قربوا على الجامع عندهم مخزن مال المواد مخزن مال المواد المفروض يهتم بالشعب مليان مانعوا ياخذوها من العالم هذا راح وهذا ما راح وجو كلها يكتموا عليها احنا البيت اللي قاعدين بيه عوام انتم ما تاخذون جماعة الاخوة ياخذون ليش احنا يجي وانتم ما يجي بس راحوا بيه الله خلف الجامع منه في قبر منطقة الجامع الكبير يسموه هما جامع كبير الولد عندك هذا من جاء هذاك الجانب جبنا حتى جاب بذيك المستشفى مستشفى ابن الأثير مستشفى ابن الأثير ما جاب الخير على هذاك الجانب جنت كنت بهذا عبرتوا لا لا نحن صيدنا غادي من قبل هذا هنا هذا سيارة كي عندي 2013 تدمر على جريكان ابو 20 5000 والله حتى انسان والله بالله هذا قاعدين نطلع لي فوق صار ضرب نزلنا على السداد صار ضرب فنانا نزلنا على السداد مصابة بنت طفلة صغيرة الداعش يقول له روح تفنيها ماكو علاج ماكو دواء يقول لما يقول له روح تفنيها ماتت مال هذا البنت ولا البنت الثانية لا بنت يعني جيران جيران اتصور يعني هي مريضة وتقول لك تصوب يقول تفنها قبل يقول له تفني تفنها عشان ما في علاج ما في علاج بس للدولة بلاد يوجد بس